اللحن ما أعذبه والعلم ما أطيبه، شبابنا هكذا بعلم هواثبه، ونسوة في التقى أمثلة ضاربة، هلم كي نستمع للكلمة الطيبة. احنا عندما نراجع تاريخنا، تاريخ علي صلوات الله وسلامه عليه، تاريخ الإمام المجتبى، تاريخ الإمام الحسين صلوات الله عليه، إحدى المسائل المهمة مسألة الجهل. ما يعرفون الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه مع الخوارج، راجعوا كتب التاريخ، الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول: لا تقاتلوا الخوارج من بعدي، لا تقاتلوهم. بس ليش؟ هذا بحث آخر. فإن من طلب الحق فأخطأه ليس كمن قصد الباطل فوجده. معاوية قصد الباطل فوجده، ولكن الخوارج غالبا أو كثير منهم طلبوا الحق فأخطأوه. ما كان يعرف، يتصور أن هذا العمل يقربه إلى الله، ولكن هذا مقصر في المقدمات، هذا مؤاخذ من الناحية الشرعية. في سفينة البحار المحدث القمي رحمة الله تعالى عليه يقول في إحدى هذه الحروب: طعن رجل أحد الخوارج، واحد من المعسكر الآخر طعن برمح، أدخل الرمح في بطن هذا الخارجي، واحد إذا شوية يصير نزيف منه بعد ما يتمكن يمشي، ولكنه يقول هذا الرجل أخذ هذا الرمح وأخرجه من بطنه والدماء تسيل منه، ومشى إلى قاتله وهو يقول: وعجلت. منو يقول؟ هذا الخارج اللي يقول إن نفس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هذا كافر، اللي يقول بأن عليا صلوات الله عليه هذا خارج عن الدين، وهو يقرأ: وعجلت إليك ربي لترضى. وعجلت إليك، مشى إلى قاتله فقتله ثم وقع ميتا. هؤلاء كانوا الخوارج، ولكن لا عذر. ليش؟ لأن تقصير أكو في المقدمات. ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ستكون بعدي فتنة؟ الرسول كان ينظر: ستكون بعدي فتنة. فتمسكوا فيها بعلي بن أبي طالب. اللحن ما أعذبه والعلم ما أطيبه، شبابنا هكذا بعلم هواثبه، ونسوة في التقى أمثلة ضاربة، هلم كي نستمع للكلمة الطيبة.